خلوني أبدأ ب الكابتن أشرف قاسم. برنس الكرة المصرية كابتن أشرف قاسم أجرى عملية جراحية أمس، وكانت عملية صعبة شوية والحمد لله ربنا قومه بالسلامة، فكل السلامة وألف حمد لله على سلامتك يا برنس الكرة المصرية كابتن أشرف قاسم اللي ياما كان متعنا بلعبه، وهو دلوقتي من أساطير نادي الزمالك ومن أفضل من ارتدوا التيشيرت نادي الزمالك. فكل التحية والتقدير وألف سلام عليك يا برنس الكرة المصرية، وإن شاء الله ترجع أفضل من الأول. عاوز أقولك أني من امبارح خلاص بقى ردود الافعال، جماهير الزمالك وجماهير الاهلي زعلانه، وجماهير الزمالك مبسوطه وعماله بتحفل، وجماهير الزمالك سعيده جدا باداره النادي الاهلي، بمدرب النادي الاهلي، بلاعيبه النادي الاهلي، باداء النادي الاهلي. جماهير نادي الزمالك سعيده جدا، وكل ما اسال زملكاوي الزملكاويه زعلوا مني قوي امبارح وبقوا يعاتبوني يقولوا لي يا استاذ محمد يا اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء الفيسبوك، يا أستاذ محمد ليه انت عمال بتقول سواريش يمشي، ده احنا عاوزينه، انت بس يعني ليه الكلام ده بيطلع، ما تزعلناش، ليه بتقول إدارة الأهلي في أخطاء بتحصل، إدارة الأهلي كويسة، احنا ما طلبناش ان انت تقول ان إدارة الأهلي حلوة ولا وحشة، إدارة كويسة، إدارة منضبطة، إدارة محترفة، خليهم موجودين. انت طالع عمال يا عم سيب الدنيا كده، عاوزين نحتفظ بالدوري التالت السنة الجاية، وعاوزين ناخد افريقيا وناخد كؤوس وسوبر وكلام وحكاية ورواية. فانت يا عم محمد عمال بتقول المدرب والادارة، يا عم سيبها ماشي زي ما هي ماشي، وسوك من بوك من ومتفتحش بوقك تاني في الموضوع ده. حاضر، مش هفتح بوقي تاني في الموضوع ده. وقعدوا بقى امبارح جماهير الزمالك تحفل، يقولك اصل المدرب اللي هو سواريش ده بيدي اللعيب ورقه، راح اللعيب خدها حطها في جيبه وقال يا عم كبر دماغك. وفي ناس تقولك لا اصل دي كانت برشامه نزل بيها الملعب وحط البرشامه في جيبه، واصل دي ملخصات اخر السنه، واصل كان المراقب مش موجود، ويعني خف الدم الزملكاويه، انتوا عارفين الزملكاويه يعني ايديهم تقيله في التحفيل. وناس تقولك اصل الاهلي كان واخد المباراه امبارح على صدره، وناس تقولك اصل الاهلي امبارح لعب لاخر نفس، وناس تالتة تقولك اصل الاهلي كان بيخمس في الملعب. فالحاجات دي كلها يعني انا معرفش، جمهور نادي الزمالك ايده تقيلة في التحفيل. تعالوا بقى بينا ندخل على الاخبار والكلام اللي عاوزين نتكلم فيه. الاخبار والكلام اللي احنا عاوزين نتكلم فيه، كابتن شوبير النهاردة بيفضح صفقات الاهلي، والكابتن شوبير النهاردة يعني ايه بيكشف المستور في النادي الاهلي. كابتن شوبير اتكلم النهاردة وقال اني مش عاجبه صفقات الاهلي، ولكن الاهلي بالفعل انهى 4 صفقات ولكنها ليست من العيار الثقيل، والكابتن شوبير زعلان اني الصفقات الجديدة ليست على المستوى المطلوب. يعني شادي حسين ما صنعش الفارق في الدوري، يعني لو تبص على هدافين الدوري تلاقي احمد سيد زيزو، وبعد زيزو تلاقي اعتقد مروان حمدي، وبعد مروان يجي ابوكا، وبعد ابوكا ممكن اعتقد مبلولو بتاع الاتحاد، فشادي حسين بعيد. فالاهلي برضو يقول لك لعيب تقيل في حركته، ولعيب مش من اللعيبه اللي هي يعني، شادي حسين ده عمر السعيد بس على يعني اسرع شويه بس. ف الكابتن شوبير زعلان جدا 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 من صفقات النادي الاهلي، وبعدين بيقول لك مصطفى ميسي لعيب كويس وكل حاجه ولكن مش على مستوى النادي الاهلي. فالكابتن شوبير زعلان على صفقات النادي الاهلي، وانا بقول لكم الموسم الجاي الاهلي مش هيعمل صفقات كويسه لاكتر من سبب. السبب الاولاني الوقت خلاص ضيق، والاهلي ما كانش متخيل ان لعبته واصله للمستوى ده. الاهلي كان بيكسب عشان الزمالك هو اللي كان وحش، اول ما الزمالك اصبح في يعني فرقه كوره محترمه النادي الاهلي يعني وجوده تلاشى في الدوري المصري. فكابتن شوبير حزين على صفقات النادي الاهلي، وبالمناسبه الاهلي مش هيعمل صفقات كتيره اجنبيه، لان الاهلي عنده بيرسيتاو وعنده ميكوسوني وعنده علي معلول وعنده ديانج، الاهلي عنده مكان واحد بس بدل بدر بنون، وده اللي مخلي
وكيل حسين بن عيادة الجزائري اللي كان بيلعب في النجم الساحلي ودلوقتي لعيب حر في صفقة انتقال حر. حسين بن عيادة لعيب كويس جدا باك يمين، والاهلي محتاج باك يمين واللعيب فري، وانا اول حد اتكلم في الموضوع ده. وكيل حسين بن عيادة بيعرضه على الاهلي لانه حاسس ان الزمالك مش حابب وجود اللعيب، فهل بقى الاهلي هيضم حسين بن عيادة، وبالاخص ان محمد هاني بيقدم مستويات سيئة جدا 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 جدا، و يعني محمد هاني مش محبوب من جماهير الاهلي ولا من الادارة، فمحمد هاني عنده ازمة وعنده ازمة ثقة، فهل حسين بن عيادة هيجي الاهلي في صفقة انتقال حر، ولا نادي تاني هيسبق وياخد اللعيب؟ فممكن تلاقي بن عيادة ولعيب كويس ولعب في منتخب الجزائر في البطولة العربية ولعب في كاس الامم الافريقية الاخيرة مع المنتخب الجزائري، والمنتخب الجزائري منتخب تقيل ومش اي حد يلعب اساسي في صفوف المنتخب الجزائري. عايز برضو اتكلم في موضوع تاني، وهو محمد عبد المنعم شايف نفسه قوي في الاهلي. محمد عبد المنعم شايف نفسه قوي في الاهلي، حاسس ان هو ما جابتوش ولادة، يعني انا ما حدش جابني، يعني كل ماتش محمد عبد المنعم الاهلي يتغلبوا او يتعادلوا يتخانق، يعمل مشكله مع حكم، يعمل مشكله مع لعيب، يعمل مشكله مع فلان او فلان او فلان. فمحمد عبد المنعم بيقدم بصراحه يعني اداء خارج الملعب يعني بيمتاز بالغرور، بقى بتاع مشاكل، بقى بتاع خناقات. محمد عبد المنعم بصراحه يعني، واداره الاهلي لا هي عارفه تعمل حزم ولا ربط للعيبه، وسايبه اللعيبه اللي يروح افراح، اللي يسهر، اللي يضرب الجماهير، اللي مش عارف ايه. يعني فرقه الاهلي قلت لكم قبل كده، فرقه الاهلي فك، والاهلي ما عندوش مدير كوره. سيبوكم من سيد عبد الحفيظ، هو موجود، هو عارف هو موجود ليه، وهو عارف هو موجود ازاي، وهو عارف هو ليه موجود في مكانه ده. سيد عارف، وإدارة الأهلي عارفة، وكل جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها عارفة سيد عبد الحفيظ موجود في مكانه ليه. هو بيأدي دور معين، الناس عارفة إيه الدور اللي هو بيؤديه، وللأمانة هو ناجح فيه. يعني تسألني سيد عبد الحفيظ ناجح ولا مش ناجح؟ لا، ناجح جدا في الدور اللي بيقدمه، هو عاوزينه كده. انت مش مدير كورة، انما ما فيش في الاهلي مدير كورة بيعمل التزام، بيعمل انضباط، ما فيش الكلام ده. عكس الحمد لله في نادي الزمالك، امير مرتضى منصور قايم بدور مدير الكورة والمشرف العام على الكورة، وامير مرتضى منصور هو يعتبر شركة الكورة في الزمالك. تخيل فرض واحد بس ربنا يبارك فيه بشركة الكورة في الاهلي، بمدير الكورة في الاهلي، وشخص واحد بس بمقام شركة الكرة في الاهلي، شخص واحد بس اسمه امير مرتضى منصور. فلك ان تفخر يعني بناديك وبفرقتك وبالمشرف العام على الكورة، ولك ان تفخر بلعبتك ورجالتك، والناحية التانية ميزانية بالمليار، وفي الاخر حصر عليك يا اللي في بالي، لا طولت اول ولا تاني. ربنا يصر عليك يا اللي في بالي وما تهبطش السنة الجاية. طيب، هل محمد عبد المنعم بس هو اللي في النادي الاهلي؟ لا، رامي ربيعه نفس الكلام. امبارح محمد الصباحي كان رحيم برامي ربيعه. محمد الصباحي امبارح لو كان لجأ للفار ورامي ربيعه بيضرب اللعيب على قفاه كده بتاع نادي ايسترن كومباني، اعتقد رامي ربيعه كان اتطرد. انما الاحتواء والاهلي، وطبعا الحكام خايفين من البيانات والعياط والصراخ والسويت ويا لهوي ويا خراشي والحقونا والحكام، هو خايفين الحكام، يقول لك اديله انذار بس، احنا مش قد البيانات. تبص تلاقي الحكم داخل باب شقته يتزحلق في ورقه بيانات كده، يقع على الارض، يجي داخل ينام يحط دماغه على المخده يلاقي ورقه بيان، مش هيخلص، هيمسكوه السلك عريان، فيقول لك اديله انذار وخلاص. فلكن يعني رامي ربيعه كان يستحق الطرد لانه ضرب لعيب بدون كوره، وضرب لعيب بدون كوره طرد. انما تقول ايه بقى؟ الاحتواء بقى، الاحتواء بقى، الاحتواء ده، الاحتواء اللي على اصوله، ده الاحتواء اللي على اصوله. مش تقول لي اقعدوا انتوا اسمعوا عجله على عجله، هو ده اللي انتم فالحين فيه.
يقعد يسرسع ويقعد يقول لك اصلي ومش اصلي، ويمسك لك الورقه كده وجنبه البتاع فنجان المج بتاع الاهلي ده، وهو ده يعني ايه مفجر ثوره جماهير الاهلي يعني. وهو يليق بال يعني تحس، عارف انت في مثل يقول لك ايه يعني، ما اعرفش كل حله وليها غطاها، عارف انت فهم سبحان الله راكبين على بعض، اعلاميين الاهلي بالاهلي بالجماهير، تحس سبحان الله في تناغم وفي ترابط وفي كده يعني. طيب